ازيكم يا احلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. دعوتي دايما ليكم انكم تكونوا في احسن حال دايما. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتنا عالم كوكيز. فيديو النهارده مختلف شويه عن ستايلات اللبس وازاي القطعه الواحده نقدر ان احنا نحولها لكذا شكل بتغيير بسيط كده مع القطعه التانية بنلبسها معاها ونحول شكلها النهائي لشكل مختلف. معانا في فيديو النهارده البنوتين الاصحاب دول وازاي القطعه الواحده زي الجيب دي كده، واحده لابساها بشكل كاجوال على شوز كوتشي كده او فلات، والقطعه التانية لابساها او صاحبتها التانية لابسه القطعه على هيلز، فالشكل بيختلف تماما. وهنا كمان برضو فكرتهم في البلوفر ازاي بيلبسوه بالوان مختلفه وستايلات مختلفه، او لو قطعه كده قطعه توينز ازاي التوب ممكن تلبسيه لوحده او تلبسيه مع الجارد. فتعالوا بقى نشوف كده مع بعض ازاي القطعة الواحدة تقدر تحولها لكذا شكل وتلبسها بكذا طريقة، وكمان هنشوف تنسيقات الالوان اللي هما لابسينها، وكمان هنشوف ليهم افكار حلوة قوي للشنط والسكارفات. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض ونشوف افكارهم ايه هيقدموها لنا كده النهاردة. زي هنا برضو نفس التوبات بس بالوان مختلفة، لبسوها بستايلات مختلفة، افكار حتى الفيديوهات بتاعتهم مختلفة، هما الاتنين كده اصحاب مع بعض عندهم افكار حلوة قوي. هنا كمان برضو بتقول لو احنا لابسين مثلا هيلز والبنطلون اللي احنا لابسينه طويل ومداري على الشوز اللي احنا لابسينه، ممكن بطريقة بسيطة قوي تتني البنطلون والتانية بتاعته علشان ما يبانش ان هو فيه اي تانية او حاجة، ان انت تدخلي كل الزيادات لفوق كده وتجيبي طرف البنطلون ترفعيه عليه لحد ما يبقى الطول بتاعه متناسق ومتناسب مع الشوز اللي انت لابساه. ده كده الطريقة الصحيحة ومش باين فيه اي حاجة. وهنا كمان برضو لابساه على هاف بوت كده، برضو قالت ان انتوا لو تتنوه كده هيبقى واسع وهيبقى شكله مش حلو، فهي عملت ايه، خدت الطول كده بتاعه وتنته الاول من الجنب وبعدين بدأت ان هي ترفعه لفوق، فهتبقى التانية بتاعته هتبقى محكمة شوية ومش هتتفك معاكي وهيبقى شكلها كمان احسن، برضو فكرة حلوة. هنا كمان في ناس اللي هي بتلبس الشميزات القصيرة على الجيبات وممكن تعمل فيها ستايل مختلف، بدل ما تدخل الشميز جوه الجيبة كده، لا ممكن ان هي كمان تعمل فيه الربطات دي، تدخل كده الطرفين بتوع الشميز من الزرار الاخير وتدخلهم في الاخر تحت التوب بتاعها، او ممكن تسيبها بره كده زي فيونكا، هيبقى شكلها حلو طبعا مع جيبة. مينفعش طبعا على حاجات كده بنطلون او حاجة، هيبقى حلو قوي على جيبة، يبقى شكله شبه الدريس، هيبقى حلو قوي. وهنا كمان برضو عندها فكرة، لابسة الشميز كله مقفل كده وداخل جوه البنطلون، مش عاجبها الستايل، فعملت في ايه، طلعت نص من الشميز بره ونص جوه وفتحت الياقة وكمان الكمام بتاعت الشميز رفعتها شوية، غيرت شكل اللبس نهائي، بدل ما كان كله مقفول عملت فيه شوية كده حركات خلت شكله مختلف. كمان هنا السكارف ممكن ان احنا نعمله زي حزام على البنطلون لو البنطلون هاي ويست، وكمان ممكن كمان السكارف نفسه نعمله بايد على الشنطة، تغيروا بقى لون السكارف مع الشنط برضو هيدي شكل حلو وستايل مختلف. كمان برضو السكارف هنا استخدمته في ان هي تعمله شعر كده صاحبتها، جابت استك وعملته بربطة على البونيتيل اللي هي عاملاه كده، برضو عملته زي فيونكاية بحاجة بسيطة كده، غيرت ايه شكل التسريحة اللي هي عاملاها بكل بساطة وبكل سهولة، افكارهم مع بعض لذيذة كده وجميلة. كمان هنا برضو البنوتة معها التوكة اللي هي موجودة عندنا تقريبا موجودة في كل بيت، التوكة اللي هي شبه المشبك كده بنستخدمها ان احنا نرفع الشعر، هي هنا عملتها بطريقتين، الطريقة الاولى ان هي جابتها هنا على الجنب كده نص شعرها اللي فوق، والطريقة التانية ان هي بدأت ان هي تلمه وترفعه لفوق كده وبعدين تعمله بالتوكة، برضو دي فكرة برضو من افكار تسريحات الشعر ليهم. كمان عندها فكرة حلوة قوي للحزمة ازاي ان احنا نرتبها، عندنا حزمة كتير ومش عارفين ان احنا نرتبها في الدولاب او الدرج بتاعنا، فعندها طريقة ازاي ان احنا نرتب الحزام. كل اللي احنا هنعمله ايه، نجيب طرف الحزام كده وندخله في التوكة بتاعته من قدام لورا بالعكس اكننا بنلبس الحزام، وهتبتدي تلف كل الحزام من جوه بالشكل ده، وفي الاخر هيبقى كله قفل على بعضه، تحطوا بقى الحزامه بتاعتكم كلها بنفس الطريقه دي، وتبقوا نظمتوا المكان بتاعكم اللي انتوا بتحطوه فيه الدرج بقى او الدولاب، مش هياخد مساحه معاكي وهيبقى سهل بعد كده في الاستخدام لما تيجي تحتاجيه. وكمان هنا لو حبت ان انت تستخدمي حزام، هي لابسه جيب كده على توب عادي وحبت ان هي تستخدم حزام فوقيه، ساعات بنستخدم الحزام ما بيبقاش فيه العروه او المكان اللي بيدخل فيه طرف الحزام اللي باقي، فهي طبعا لما لبسته كده لقت ان ده نازل، الحركه دي بتضايقنا كلنا تقريبا في كل الحزمه اللي بنلبسها، فهي عملت ايه، دخلته كده من تحت لفوق وبعدين دخلته تاني في الحلقه اللي هي عملتها،
كده هيبقى ثابت ومش هيضايقك، وفي نفس الوقت عطينا شكل حلو. برضو فكرتها في الحزام دي شكلها حلو قوي. ياما برضو عندنا بيبقى عندنا توبات او عندنا تيشرتات عايزين نلبسها على جيبة، بس بتبقى طويلة ومش عارفين ان احنا ندخلها جوه ولا نطلعها بره. هنا هي بمجرد فكرة بسيطة باستك عملت كده كل الزيادة اللي في التيشرت اللي هي لابساه، طلعتها قدام وربطتها ودخلتها جوه، وبقى شكل الستايل حلو مع جاكيت كمان على جيبة، بقى شكله حلو قوي وفكرة برضو سهل ان احنا نعملها. كمان زي ما قلنا السكارفات اللي احنا بنستخدمها ممكن نغير بيها شكل الشنطة تماما عن طريق ان احنا نلف السكارف ده بربطات مختلفة على الايد بتاعة الشنطة بتاعتنا. هنا برضو هي عندها طريقة حلوة ان هي جابت السكارف عملته كده مثلث، وخدت طرف المثلث مع الزاوية بتاعة المثلث اللي فوق او ضلع المثلث كده اللي فوق الكبير، وبدأت تتنيه زي مستطيل، وهتاخده من نص الترسمه كده بالنص، ومن النص ده هتربطه على نص الايد بالشكل ده كده. هتبتدي الطرف الاولاني تلفه على جنب الايد لحد ما يوصل للاخر كده، والطرف التاني كمان هتقوم لفاه على الايد، وفي الاخر هتعملهم في يونكة كده مع بعض. شكلها حلو قوي، وكمان لو الشنطة كده سادة عندنا مفيش فيها اي الوان واحنا لابسين، برضو ممكن الهدوم لو كله اسود في اسود او كله ابيض في ابيض كله لون ثابت، ممكن بطريقة بسيطة قوي سكارف زي ده على الشنطة هتنطق الطقم خالص وهتغير شكل الستايل اللي انت لابساه. نسقوا بقى السكارفات مع الهدوم اللي انتوا لابسينها وغيروا في شكل الربطات. برضو هبقى اظبط لكم كده فيديو ربطات مختلفه للسكارفات على الشنط، ان شاء الله ربنا يسهل اجمعه لكم، وهتعجبكم قوي الفكره قوي، هتغير لكم من شكل الستايل تماما بفكره بسيطه زي دي. هنا كمان عندها فكرة ازاي القطعة الواحدة نقدر نحولها لكذا طريقة لأشكال مختلفة، زي عندها هنا الدريس مجرد ان هي لبسته بس على الهيلز خلت شكله ينفع لخروجات بالليل شوية او مناسبات، وكمان لبسته هنا على البلورو جينز خلت شكله كاجوال، سواء بقى البلورو هنلبسه او ان احنا نربطه كده على الوسط مع شوز فلات شوية، نخلي الدريس اللي احنا لبسناه من شكل لشكل تاني خالص بحاجة كده بسيطة، غيرنا بقى ايه الستايل بتاعه وينفع في مناسبة سواء الصبح او بالليل. عندها هنا افكار كتيرة ازاي اللبس تنسقوه مع بعض، وازاي الحاجة لو بسيطة بشوية اضافات تحولوا شكلها لشكل تاني خالص. هسيبكم بقية الفيديو تتفرجوا على افكارها وتشوفوا ستايلات لبسها هي وصاحبتها، ازاي القطعة الواحدة هي لبسها بطريقة وصاحبتها لبسها بطريقة. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم وتستفيدوا منه باقل حاجة كده تقدروا ان انتوا تعملوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفونا، واتابعونا على عالم كوكيز هنزل لكم افكار مختلفة تخص كل حاجة وتخص بيتنا وتخص حياتنا. اشوفكم انا الفيديو الجاي ان شاء الله، واستمتعوا ببقية مشاهدة الفيديو. سلام.